تقدم مستحق لشباب النادي الاهلي على سيراميكا كليوباترا في شوط اول فرض فيه النادي الاهلي سيطرته التامه على مجريات الشوط، وهدف نظيف من تمريره رائعه لاحمد عبد القادر تمكن احمد سيد غريب من ايداعها في شباك عامر عامر. نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف اراء محللنا الكبار في احداث الشوط الاول، انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تقدم مستحق النادي الاهلي الشوط الاول. طبعا مجرد انك تفكر انك انت هتخش منطقه الجزاء وتروح على الجول، فده كان بديهي جدا يجي لك فرصه او اثنين او محاولات او تحركات او اختراقات من العمق، مع وجود مساحه كبيره قوي في فرقه سيراميكا انك انت تقدر تعمل كل ده. فاللعيبه النهارده حاولت ان هي ما يبقاش في ميس باص زي الماتشات اللي فاتت كتير جدا، حاولت انها تبني هجمه، حاولت ان الاطراف شويه تتحرك، محاولات كلها اصفرت كلها عن واحده جت لاحمد سيد غريب وتصرف معاها كويس. بأقرب حاجه ليه بالتنفيذ اللي هو يعملها هدف. انا بالزبط. قلت جول ناشئيني يعني، اكيد بس هو اتصرف فيها كويس. حلو يعني اتنفذ التفكير اللي هو عايزه فيه وراحت. لو كان عنده رجل الشمال وكمان كان لازم يكون بيستعين بيها، وعملها كويس لان عامر كمان كان فاتح له الزاويه، فهدف كويس. زادت بعد كده عمليه ثقه اللعيبه بعد الهدف ده بالظبط، والتعامل مع الكوره. اللي انا عايز اقوله ان احمد عبد القادر في التعامل مع زياد طارق ومحمد محمود هيكون ليه شكل احسن، افضل افضل. مش عارف الهويه بينه وبين مكسيوني كويس وبين اي حد بينزل له من تحت، بس هو صنع الهدف بطريقه كويسه. جات له كوره هو فري فيها كل سهوله يعني، فاهم قصدي؟ هو فري فيها يعني، بيحاول يترجم اي حاجه بتجيله. كل مره تفكيره واقف، تركيزه واقف، عايز الكره تجيله ويرقص واحد واثنين وثلاثه واربعه. ف علاء عايز يتكلم فخد اديله الكلمه بقى عشان انا اتكلمت. احنا لا، تقدم منطقي يعني. شباب الاهلي كانوا افضل فنيا الشوط الاولاني، مش عايز اقول ان هم كمان في الاداء كانوا افضل، لا حتى في الروح والاصرار كانوا افضل من سيراميك كليوباترا. هو عامة مفيش أداء في الفرقتين، بس أداء مفيش أداء في الفرقتين، لكن هي الكرة الوحيدة اتعملت صح في الملعب جه منها هدف زي ما كابتن شريف شرحه كده، مع إن الموقف ده كتير قوي، بس هي المشكلة إن إزاي الكرة توصل للمنطقة دي وإزاي التصرف فيها. دايماً بتتقطع قبل ما توصل للمنطقة للخطر، يعني الأخطاء من هنا ومن هنا كتير جداً، لكن يعني النادي الأهلي يعني أحسن شوية، لأن سيراميكا فريق مهلهل. يعني فريق مهلهل بجد بمعنى الكلمه، ما يعني من غير زعل ولا حاجه، فريق ما ملوش اي معالم خالص، اخطاء كلها كتير جدا، لعيبه مش شايف فيهم اي لعيب ملفت خالص، حتى محمد ابو ريرك المفروض يبقى اللي بيعمل شكل السيراميكا هو بعيد كل البعد، واخطاء كتير جدا. فشايف ان لا يعني هدف مستحق وتقدم مستحق للنادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله الشوط الثاني ندور على الهدف الثاني، ما نكتش على الهدف ده، لان الاخطاء كتيره جدا في فرقه سيراميكا، بس انت ازاي تستغل الخطا ده. صحيح كابتن اسامه، معدلات الجري والروح العاليه والثقه زادت عند اللعيبه زي ما قال كابتن شريف بعد الهدف، من ضمن ايجابيات الشوط الاول. هو كميه الجري النهارده احسن من المرات اللي فاتت، التمرير والسيطره على اللعب افضل، يعني حتى اللعيبه بتلاقي بعض في الملعب. عملنا هجمتين ثلاثه خطيرين، منهم واحده لاحمد عبد القادر كانت مرتده، بس هو يمكن اتصرف فيها وحش. الهدف عمله كويس، والسيد غريب احمد سيد غريب اتصرف فيه كويس برضو. في واحده في اول ست دقائق اشرف كان ممكن يشوط، وبعد كده لعبها لسيد غريب اتاخر. يعني محاولاتنا على علي على عامر عامر افضل من محاولات سيراميكا على مصطفى شوبير تقريبا، ولا كره خطر. شوبير طلع في كورتين كويس على 18 خدهم كويس. يعني الشكل العام الشوط ده افضل شويه من الاشواط اللي فاتت في الماتشات الاخيره، والنادي الاهلي كان اقرب وجاب هدف حلو ويستحق الفوز في الشوط الاولاني. لكن نتمنى يعني يبقى في سيطره وتركيز اكتر كمان في الشوط الثاني، لان اكيد سيراميكا كليوباترا هيحاول يعوض وهيعمل بعض التغييرات. ف يعني يا ريت يستمروا على الاداء ده كده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كابتن بلال، رؤيتك الفنيه الشوط الاول للفريقين. الاهلي يعني ابتدى بشكل كويس، ابتدى يعني في روح، واضح ان في روح قتاليه في الملعب، واضح ان المدرب بيحفظ كويس قوي في الحته الدفاعيه.
كان في رغبه النهارده عند اللعيبه لتسجيل هدف، كان في الى حد ما كان في انتشار يعني معقول في الناحيه الهجوميه النهارده لعيبه النادي الاهلي، وعلى غير المعتاد لان الفتره اللي فاتت دي كلها واضح ان المدرب واخدها ايه يعني، واخدها يعني تسلسل تدرج. اه بالظبط كده، انا هامن كويس دفاعيا، احفظ كويس قوي، ابتدي اتنقل لوسط الملعب، بعد كده ابتدي اشتغل على الحته الهجوميه. الكلام ده ساعد فيه سيراميكا كليوباترا بالاداء اللي احنا شفناه النهارده. يعني هل ده نهايه الموسم؟ الحقيقه اصلا ما شفتهمش كتير بصراحه، يعني هل ده نهايه الموسم فالفريق يعني خلاص ما عندوش الرغبه في اللعب والاداء، ولا هل هو امكانيات وقدرات الفرقه بالشكل ده؟ لو امكانياته وقدراته بالشكل ده يبقى يستحق المركز اللي هو فيه، لو مركز 12 او 13 اعتقد يعني، او يعني هو فارق ما بينه وما بين الصراع على الهبوط نقطتين يا كابتن، نقطتين بالظبط، هو 37 ومرحله الهبوط يعني في 35 نقطه، فمش الفريق اللي تخاف منه على فكره، وهو عنده مشاكل كبيره جدا دفاعيا، مفيش تمركز جيد، مفيش مراقبه جيده، كل الكرات بتتلعب، مفيش مان، ما بيلعبوش مان خالص في لا في نص الملعب ولا في الحته الهجوميه، بيعتمدوا يعني على محمد ابراهيم و مصطفى سعد. لا ميسي ده هناك في البرازيل، خلينا نقول مصطفى سعد في الارجنتين. في الارجنتين يا كابتن، يا كابتن عندنا كام ميسي في مصر هنا؟ ما شاء الله عندنا ميسي وعندنا نيمار وعندنا كريستيانو وعندنا لا مفيش كريستيانو، ما جاش كريستيانو الحمد لله، الحمد لله لا تقلقش، هتلاقي 2 4 3 5 كريستيانو، فهم بيعتمدوا على الاثنين دول في نقل الهجمه تمام، او في الاستحواذ بشكل عام. محمد ابراهيم لعيب امكانياته جيده، ولكن في بعض الاوقات بيبان انه كسلان شويه شويتين ثلاثه يعني، لكنه امكانياته جيده بيقدر يوصل للجول. لو معاه اثنين، لو معاه فرودين النهارده كويسين يعني، لو النهارده مرسي باسم مرسي وشادي حسين بيتحركوا بشكل كويس، ممكن يستفيدوا من من محمد ابراهيم كده. انا بشوف سيراميكا كليوباترا هي فيها لعيب واحد بس، محمد ابراهيم هو اللي ممكن تعول عليه، لما كمان الكورة. خد بالك لما بيستلم يعني، لما كمان بيستلم عنده مشكله في الشق الدفاعي بس أيوه عنده مشكله في الشق الدفاعي، لكنه لما بيستلم بيبان خطورته لانه لعيب مهاري. وخد بالك الدوري المصري عامه ما فيهوش اصلا لعيبه مهاريين كتير، فانت ممكن فاي حد عنده مهاره ولو حتى جزء بسيط هيبان خد بالك في الدوري المصري. يعني اصلا يعني ده اللي كنا بنتكلمه في بتاع ان اصلا الكواليتي مش موجوده بتاع في الدوري المصري بشكل عام يعني. لكن الاهلي واضح ان اللعيبه حافظت كويس في الحته الدفاعيه، واضح ان الوقفه الدفاعيه بشكل جيد، باستثناء بعض الحاجات اللي محتاجه برضو فيها عبد المنعم يعني يتشد عليه شويه تمام. انت لعيب كويس، امكاناتك كويسه، قدراتك جيده، لكن خد بالك شخصيتك مهمه جدا في الفرقه. عايزني اخلص يا كابتن؟ لا لا بالعكس، انا عايزك تتكلم. لا عايز اتكلم. لا والله يا ابني معاك وقت يا كابتن؟ اه معايا يا كابتن، اتفضل. اتفضل ماشي. فعبد المنعم لا محتاج، خد بالك انت احنا الاهلي بيمر فتره صعبه، الفتره اللي جايه هتبقى صعبه جدا، مش محتاجه لا تخاذل ولا محتاجه ان انت تتعالى على الكوره بشكل عام، خصوصا ان انت عندك الامكانيات يعني انت لعيب كويس. انا بقول في الاول انت ايه قدرات موجوده، انت عندك سرعه، عندك قوه، سيرد باك كويس، مساك كويس تمام. مشكلتك كلها ان انت عايز تبان ان انت حريف لعيب كوره. لا انت لعيب كوره يعني، انت لعيب كوره جيد كمان، بتعرف تسلم كويس وبتستلم كويس وعندك مهارات جيده، لكن انت مش صانع العاب. لازم تفكر في الحته دي، انت مش صانع العاب، هو عايز يقوم بدور صانع العاب في حته المساك، وده موضوع يعني صعب جدا 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 لا تتحمله الفرق الكبير تمام يا كابتن، لا تتحمله الفرق الكبير. فانا اعتقد يعني ان شاء الله اذا كان المدرب موجود او في مدرب تاني، اعتقد ان في ناس هتتكلم معاه، وفي ناس اعتقد ان هي اوريدي بتتكلم معاه في الوقت الحالي ان هو يبتدي يعدل من الحته دي الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كابتن شريف، هل هيستعين مستر سوارج بحد من البدلاء الشوط الثاني؟ نتمنى بقى يبقى في مساحه من الوقت لبعض اللعيبه زي زياد طارق ومحمد محمود، وفي رأفت خليل برضو نتعرف عليه اكتر يعني. باذن الله ان شاء الله. كل توفيق النادي الاهلي ان شاء الله المحافظه على الفوز او زيادة إن شاء الله رب العالمين. وبصراحة هم عاملين شوط أول بالنسبة للشباب، الشوط الأول زمالك كابتن أسامة عربي، بداية غير بداية الشوط الأول في بعض المباريات الأخيرة. أتمنى التوفيق لشباب النادي الأهلي. نروح لفاصل، نرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث المباراة، انتظرونا.